نعم نمر إلى الجزء الثاني. ما معنى إي؟ وما معنى العدد الحقيقي إي؟ دونك نرسم الشكل. لدينا الشكل إي، دونك الزاوية بين المحور إكس و إي تساوي الزاوية تساوي 90 أو بي على بي على 2، يعني إي تساوي 0 1، يعني 0 على إكس و 1 على 1 على إيكغيك. نضرب في 2 فتصبح اي هنا نمو مو اي زاوية بي او زاوية 180 درجة، يعني اي تساوي ناقص 1 0. ناقص 1 0 اي او كاري، اي او كاري تساوي ناقص 1 0. نعتبر الكتابة التالية as e by fois a moins e by a prime e by prime. دونك ماذا تساوي؟ تساوي a a prime moins b b prime زائد e a prime plus أفريم ب. ممكن كتابته على الشكل التالي أ أفريم فوا ب ب بريم، عفوا أفريم فوا ب بريم. أ أفريم فوا أفريم فوا ب. ممكن كتابتها كذلك على الشكل A prime moins B B prime A prime B prime زائد A B prime. لك يعني ماذا؟ ساوي نعطي القيم التالية 0 1، دونك 0 فو 1 فو 0 1 تساوي ناقص 1 0. دونك يعني اي او كاري تساوي موزا 0. تساوي ناقص 1. كذلك اكسبونسيال اي تيتا تساوي كوسينس او كاري دو تيتا بلس اي سينس او كاري دو تيتا او كاري تساوي 1. احسب اكس اس ان موان زان تساوي 0. نطبق زد كوسانس ان تساوي 1. تصبح هي ممكن كتابته على الشكل اي اكسبونسيال اي تيتا
la puissance n تساوي واحد, la r la puissance theta, i n de theta égale à 1. R plus n égale à 1 pour exponentielle et n theta égale à 1. Donc R égale à 1, n appartient à Z, pour R, et aussi n de theta appartient à 2k pi Kn tani ila Z. Theta appartient à 2k pi sur n. K appartient à n. Et then, Z appartient à l'exponentielle et 2k pi sur n. Et Kn appartient à Z.